اوكي، what the meaning of plug؟ اوكي، زي ما زميلنا قال plug يعني مدونة. ايه هي المدونة اصلا؟ هي إيه؟ عبارة عن زي صفحة كده على الانترنت بتبقى خاصة باشخاص، بتاعت اشخاص. اوكي، نكتب فيها بقى his opinion, thoughts about anything. اوكي، زي ايه كده؟ اول حاجة في there are some steps for writing a blog. لازم نعرف الستبس دي علشان احنا يبقى مطلوب مننا الهومورك النهارده كل واحد يعمل لي بلوج. تخيل ان هو عنده صفحة على الانترنت، تمام، ويكتب لي فيها anything، اي حاجة بقى، اي موضوع. اوكي، طيب الاول بقى how to write this blog. The steps for writing a blog. Number one, write about something you like and enjoy. شايفين انا بقول ايه؟ something you like and enjoy. يبقى انا بكتب about my opinion، حاجة في رأيي انا. Okay. Number two, write to your readers as if you are speaking to them. احنا كأني لما باجي اكتب يا بكتب للreaders، يعني ايه readers؟ اللي هم القراء. As you are talking to them or you are speaking to them، كأنهم انت بتتكلم معاهم، هم دلوقتي قصادك وانت قاعد بتتكلم معاهم. Okay. Use contractions like am or it. يعني ايه contractions؟ What the meaning of contractions؟ Contractions يعني اختصارات. Okay. اختصارات زي مثلا I am هتبقى am، it is هتبقى its، where. دي كل الحاجات دي اسمها contractions. And words like awesome، cool، دول أنا بسميهم positive adjective. يعني إيه positive adjective؟ يعني صفات إيجابية. مش إحنا عندنا ال adjectives زي إيه؟ سمعية هنا، نشوف ال adjectives لحظة. هنا page 31 I have negative adjectives and positive adjectives. يعني إيه؟ positive adjectives يعني صفات إيجابية زي funny، awesome، brilliant. يعني أنا بوصف الحاجات، بوصف صفات إيجابية يعني حاجات كويسة مش سيئة. Cool, friendly, interesting. All of these are positive adjectives. طب what the meaning of negative adjectives؟ يعني إيه بقى صفات سلبية؟ زي كلمة annoying، مزعج، awful، فظيع، boring، ممل. انا في البلوج، في البلوجينج بتاعتي بقى، انا لازم استخدم or use positive adjectives. I have to use positive adjectives. تمام، زي these positive adjectives اللي قدامنا دي. طبعا احنا هنقراها دلوقتي في الموضوع بتاعنا، بس الاول لازم نعرف يعني ايه blogging، يعني ايه blogging. طيب ايه تاني في التبس عندي في البلوجينج؟ use exclamation marks and emojis. شايفين اهي؟ طبعا احنا بنتكلم على صفحة في الانترنت او صفحة على الفيسبوك مثلا. اوكي، ويب سايت، بيرسونال ويب سايت، دي حاجات بنستخدمها. بنستخدم بقى exclamation mark، emojis، كل دي حاجات بتخلي البلوجينج نفسها تشد. اوكي، give your opinion، ده اللي انا قلته في الاول خالص. give your opinion and invite your readers to give theirs. يعني مثلا انا بكتب عن موضوع معين وبقول رأيي فيه، وكمان بطلب رأي القراء اللي بيقروا البلوجينج بتاعتي. انا كمان بطلب رأيهم، انتوا ايه رأيكم في الموضوع كذا؟ طب انتوا تعتقدوا ايه؟ اوكي، ده لما بقول speak to your يا بس مش عارف اطلع الصفحة، عمال ادور عليها. page 33. Okay, give your opinion and invite your readers to في give حتة their. باب امتحان صح؟ نعم يا نعم يا حصة تقول جاية في ايه؟ امتحان صح؟ الحصة الجاية ان شاء الله هيبقى كويس، هيبقى نصها كويس والنص التاني هناخد درس. اوكي، check that your spelling is correct قبل طبعا
ادوس شير او انشر او حاجه، لازم اتاكد ان my spelling is correct، الكلمات بتاعتي ما فيهاش اي اخطاء املائيه. يبقى number one write about something you like and enjoy، اكتب عن حاجه انا بحبها او شيء انا استمتعت بيه. Write to your readers as if you are speaking to them، هنكتب للقراء بتاعنا كأنهم قاعدين قدامي كده وأنا بتكلم معاهم زي ما أنا بكلمكم كده دلوقتي. Use contractions، contractions اللي هي الاختصارات، زي I am تبقى am، it is هتبقى it's، okay. And positive adjectives، positive adjectives زي كلمة awesome، cool، funny، friendly. طيب ايه number three؟ Use exclamation marks اللي هي علامات التعجب and emojis. طبعا احنا عارفين الايموجيز كلنا بنستخدمها لما بنيجي نكتب مسج مثلا على الواتساب او على الماسنجر. Give your opinion and invite your readers to give theirs. اول حاجه ان انا بقول رايي في حاجه معينه، وكمان بطلب راي الريدرز اللي هم القراء ان هم كمان يكتبوا لي رايهم. مش ساعات كده تشوف يقول لك إيه، شو قول لنا رأيك في التعليقات، مش ساعات كده بنشوف الكلمة دي في الفيسبوك مثلا أو أي بلوجر، لو أنتوا بتابعين بلوجرز يقول لنا قول لي رأيك في التعليقات. أوكي، check that your spelling is correct، ودي أهم حاجة طبعا بالنسبة لي، إن لازم يبقى spelling بتاعي كله صح. طيب تعالوا نشوف شكل البلوجينج بقى، تعالوا نشوف شكلها. قولنا open page 32، open page 32، شايفين page 32؟ ده شكل البلوجينج، دي كده صفحة مش متاخدة زي ما هي كده من على الانترنت. اوكي، شايفين فوق كلمة دليدة، ده اسم الاونر بتاع الصفحة او صاحبة الصفحة نفسها. blog home about me links archive، ده شكل الصفحة بالظبط. أول حاجة ودي هنعرفها بعد كده لما نبقى في سنة ستة، إن أول حاجة تتكتب في البلوجينج اليوم بالظبط والتاريخ. Wednesday 8 November، لازم يوم والتاريخ. طبعا الاسم بتاعي أنا already بيبقى مكتوب. لو إحنا مثلا لينا accounts على الفيسبوك، أول ما بنفتح الصفحة بتاعتنا بيبقى اسمنا مكتوب فوق. أوكي؟ طيب هنا This blogging is about unusual homes. طبعا احنا اخدنا ال unusual homes او ancient Egyptian homes. هنا دي دليلة بتتكلم عن unusual homes او المنازل الغير عادية. زي ايه بقى؟ شايفين الصورة؟ شايفين المنزل ده عامل ازاي؟ ده ابدا اهو اسمه ايه المنزل ده؟ بالعكس upside down house. upside down house يعني البيت المقلوب. طبعا ده بيت حقيقي وهي مصوراه، هي مصوراه وهتتكلم عنه. تعالوا نسمع بقى هي هتقول ايه. Hi, my name is Dalida and I like blogging. كلمة blogging يعني ايه؟ نرجع كده ل page 32، sorry 31، هنلاقي blogging يعني to write about something in an online blog. To write about something in an online blog. اونلاين بلوج قلنا زي ما سمينا قال مدونة عبر الانترنت. كلمة مدونة يعني ايه؟ يعني صفحة على الانترنت. طيب كلمة بلوجينج بقى معناها ايه؟ to write about something in an online blog. احنا بقى المدونة دي احنا نكتب فيها عن حاجة، الكتابة دي اسمها بلوجينج. اوكي طيب هي قالت my name is Dalida and I like blogging about different things. هي بقى الصفحة بتاعتها دي للكتابة عن الأشياء الغريبة، different things أو الأشياء المختلفة. النهاردة هي هتكتب لنا عن إيه؟ This week I'm writing about unusual homes. المرة دي هي كاتبة. نعم يا جيدات، صوتك قطع وما سمعتش الحتة الأخيرة. طيب كل سمع صوتي بيقطع؟ أيوة ايوه بس اتفضل. جهاز الوظيفة اتفاجأ وبعدين رجع تاني. طيب سوري. بس أنا سامعه كويس يا مس. طيب تمام، هو ممكن يروح ويجي.
طيب هنا هي بتقول My name is Dalida and I like blogging about different things. هي مخصصة الصفحة بتاعتها دي عشان تكتب فيها عن الأشياء المختلفة. المرة دي كاتبالنا عن إيه؟ عن unusual homes أو عن المنازل الغير معتادة. This topic is very interesting for طيب each because كلنا mute your mics please. Because my mom is an architect. شايفين؟ شايفين ال contractions؟ بدل ما تقول my mom is an architect كاتبة ما my إز دي يعني mom's. مش هتاخد مكاني مس My mom's. حد بيسألني بيقول حاجة؟ انا يا مس بتقول ايه يا محمد؟ طب إز يا مس ليه بيختصروها مادام ما هي كده ما بتاخدش مكان برضه لا هي ملهاش دعوة بالمكان يا محمد قد ما ليها دعوة بالنطق نفسه. النطق تمام؟ بدل ما اقول my mom is my mom's. My mom's an architect. So she sometimes takes me to see some brilliant places. شايفين brilliant؟ brilliant دي عبارة عن ايه؟ معناها رائع. brilliant يعني رائع. هي دي هي ال positive adjectives. احنا اتفقنا ان احنا لما نيجي نكتب بلوك نستخدم positive adjectives يعني صفات ايجابية. it's really awesome. ادي اهو it's في contraction. كلمة awesome دي برضو fun, positive adjective. okay. I found this unusual house in the Netherlands online. it's هي دلوقتي بقى بتحكي عن her experience عن تجربتها. it's upside down. هي بقى بتحكي عن this home ان هو اسمه upside down يعني البيت المقلوب. it is actually an old farmhouse which people are changing to make it modern. كان هو اساسا منزل قديم، منزل قروي قديم، بس الناس اللي هم ساكنين فيه غيروه جددوه بقى شكله modern. this works very well because all the windows are at the top. So you get a lot of light. هي بتحكي بقى وبتوصف دلوقتي البيت. Local people like it because it fits in very well with the local landscape, which is farms and fields. هي بتحكي دلوقتي وتقول إن السكان كان يعني معجبين قوي بالمنزل ده لأنه بيتلائم مع المناظر الطبيعية اللي حواليه. لأن هو فين دلوقتي؟ هو في وسط الفارم، عشان كده هو فارم هاوس. اوكي. which is farm farms and field. it is also very ecological. يعني ايه ecological؟ يعني بيئي، بيخدم البيئة. because يعني ايه؟ مش بيتسبب في تلوث البيئة، عشان كده بنسميه ecological. ecological يعني بيئي برضو. يعني ايه بيئي؟ يعني لا يتسبب في التلوث. because هي ليه مسميه بقى ان هو ecological؟ because they use air, water and sun to heat and make energy for the house. ليه سميناه ان هو ecological؟ علشان هما بيستخدموا الهواء والميه والشمس علشان يعملوا تدفئه في المنزل ده وكمان توليد الطاقه. okay that's so cool. that's a heat contraction. تقول بنعتبرها ان هي positive adjective. اوكي. دوت شكل البلوج. ده شكل البلوج. اول حاجه لازم كلنا خلي بالنا علشان خاطر الهوم ورك بتاعنا ان احنا هنكتب عن بلوج. طيب هنجيب المعلومات اللي في البلوج ده منين؟ هنجيبها من على الانترنت. كل واحد يفكر كده يكتب لي عن unusual anything, unusual home, unusual car. اوكي. انا عايزه كلنا نكتب. يا ديت ما ينفعش نتكلم عن مصيرنا القدماء مصريون القدماء. ماشي اوكي نكتب عنه، بس انا عايزه حاجه مختلفه. انا مش عايزه اكتب عن معلومات الكل عارفها. لحظه يا جيدة، انا لو عايزه اكتب دلوقتي عن حاجه عن اي حد، انا مش عايزه تبقى معلومات مكرره. انا عايزه تكتبولي حاجه جديده. اوكي. هنعمل سيرش على الانترنت ونعمل يعني انت مثلا يا دان لو قررتي ان انت عايزه تكتبي عن المصريين القدماء،
اكتبي لي عن حاجة غريبة كان بيفعلها المصريين القدماء، أو شكل البيوت بتاعتهم، شكل المعدات بتاعتهم، التولز. أوكي، يبقى أنا كده برضو عايزة حاجة تشد. ممكن حضرتك، ممكن حضرتك يعني تقولي تقولي مثلا حضرتك مثلا لا حبيبتي صوتك بعيد، أنا مش سامعك خالص. ممكن حضرتك يا دكتور تقولي ممكن يعني نبحث عن ايه مثلا؟ وانا بقول لك اهو يا دان، انت دلوقتي قررتي انت عايزه تكتبي عن موضوع كذا، فانت هو ده اللي هتعملي عليه السيرش. انا مثلا آمين. انت بتقولي انا هكتب عن المصريين القدماء، انا مش عايزاك تكتبي عن المصريين القدماء كشعب وخلاص، لا انا عايزاك تكتبي عن حاجه unusual كانت عند ancient Egyptians. زي ايه مثلا؟ هتكتبي عن unusual homes برضو عندهم، هم كان اكيد عندهم unusual homes، تولز، معدات. انا عايزه الحاجات اللي انت لو كتبتيها على الويب سايت مثلا بتاعك، يبقى انت كده بتشدي اللي بيقرا، يبقى هو كده بتشديه ان هو يكمل. وطبعا واحنا بنكتب البلوجينج بتاعتنا، واحنا بنعمل البلوجينج لازم نلتزم بالتعليمات دي، ستابس دي، ان انا استخدم اكسكلاميشن مارك، استخدم ايموجيز. طبعا انتوا هتقولوا ايموجيز مش عارفين تكتبوها بايديكم، ممكن ترسموها لي عادي. اوكي، في البلوج استخدم، بتاع البيت دي مش عملت ايموشن. هي مش عاملة ايموجيز. طيب تمام، انت عندك حق فعلا، بس استخدمت اكسكلاميشن مارك. هنا قالت it's ماشي really ماشي awesome، it's really awesome، يعني هو انه رائع ماشي. بجد. نعم نعم ايه اللي بيقول يا انا مس؟ بعرف اعمل ايموجي من غير ما اخش على بتاع الايموجي. ايه ده؟ انا يا مس الله بتعمل بعرف اعمل ايموجي من غير ما ارسمه، عارفة يعني اعمله انا. بتعمل بالسيمبلز بالعلامات صح؟ بعد كده هو يتحول ايموجي ايوه لوحده. شفت انا عارفة يا قمار. هو مش كويس، بيبقى هيبقى من طالع من كتاب المعاصر ولا هيبقى حضرتك كاتباه؟ لا انا بعمل ميكس، انت عارف بحب اعمل ميكس كده، بين الشام والمعاصر. يعني ممكن تلاقيه جبت لكم كتاب ما تعرفوش خالص وجايبه لكم منه الكويس كده صفحة منه. المهم ان انتوا هتلاقوا كويس وخلاص السيشن الجاي. طب يلا كلنا نبصل ونرجع حالا. اوكي يلا بينا.